اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام، مشاهدي قنوات الكاس الرياضيه ومساكم الله بالخير في حلقه جديده من برنامج 90 دقيقة ووصلنا حلقتنا قبل الاخيرة ولكن الحلقة قبل الاخيرة فيها تتويج للقب وهو الزعيم نادي السد الذي حصل على اللقب عشر مرة بتاريخه والتتويج الاخير الذي حصل هو رقم 14 مبروك يا الزعيم إذا نقول مبروك للزعيم جماهير وإدارة وجهاز فني وشكرا لجماهير الزعيم الذي حضرت في جاسم بن حمد في معقل الزعيم واحتفلت باللقب بالأجواء الحلوة الأجواء الماطرة ليوم التتويج للزعيم ومبروك مرة أخرى للزعيم يستحقون هذا اللقب وبكل جدارة مشاهدينا الكرام الآن نبدأ حلقتنا حلقة برنامج 90 دقيقة بالعناوين Thank you. مشاهدينا الكرام شفنا الجوله 21 من دورينا حصلت فيها اشياء كثيره عرفنا البطل من وهو الزعيم ولكن ما عرفنا صاحب الفاصله ولا صاحب النادي الهابط مباشرة إلى دوري المظليم دوري الدرجة الثانية الاخرطيات استطاع وأن يحقق نتيجة إيجابية وبكل اقتدار وما يعرفون شيء اسمه مستحيل ونعم كرة القدم ما فيها شيء اسمه مستحيل تفوز تعطيها تفوز ما تعطيها ما راح تفوز أيضا العربي حقق نتيجة وأخر نادي قطر لحين المرحلة الأخيرة من دوري النجوم حتى يعرف هل هو هابط مباشرة أم راح يلعب الفاصلة وأيضا هناك صراع على المركز الثالث والرابع ما بين نادي الريان ونادي السيلية خاصة أن النادي الأهلي عفوا الثالث راح يشارك في دوري أبطال آسيا هو المركز الرابع راح يروحون دوري ابطال اسيا النسخه الجايه باذن الله نقول مبروك للفرق اللي حصدت النقاط وهارد لك للفرق اللي خسرت في هذه الجوله والترحيل الى المرحله الاخيره من دورينا ان شاء الله لمعرفه من اللي نقول له مع السلامه او من اللي نقول له انتظر ممكن نقول لك مع السلامه مع الفاصله ولكن جتنا امطار وجدتنا احتفالية السد ولكن كاميرا الكاس ما غابت عن شوارع الدوحة نروح نشوف جوجل ما مشاهدينا مشاهدينا الكرام نسيت اني ابارك لنادي الشحنية ايضا بقاءه بدوري النجوم وخاصه ان يعني قدر ان يفوز على نادي ام صلال بخمسه اهداف مقابل هدفين وصار حاليا الشحنيه تقريبا في المركز الثامن او السابع في سلم الترتيب وريح نفسه وجلس في دوري النجوم وخاصة اليوم قرينا التصريح للسيد منحي الشمري قال أنا بنصف الميزانية بقيت في دوري النجوم وهذا احنا نقول له اعمل حيث المتاح لك وحيث إنك تقدر توفر من ميزانية النادي وحتى تقدر تعمل في الموسم اللي بعده يعني الشحني في المركز الثامن يعني وإذا فاز في مباراة الجاية خاصة المباراة الجاية مع نادي الغرافة يعني إذا قدر وفاز على الغرافة ممكن هو يكون ينهي الدوري في المركز السابع شكرا لنادي الشحنية نعم قدمونا فريق محترم كرة قدم جميلة جدا أيضا ما أنسى أن الأخوان في كيو اس ال وأيضا لجنة المنشآت في ملاعبنا في وزارة الثقافة نقول لهم شكرا وبيض الله وجيهكم واللجنة الأولمبية يعني سوينا اربع مباريات في توقيت واحد ومبارتين في توقيت اللي بعده ولكن احنا نستطيع ان نقيم عشر مباريات في يوم واحد والحمد لله بكثره الملاعب المتواجده عندنا وايضا الاخوان في كيوسيل قاموا على يعني اكمل وجه من عمل جبار خلال تنظيم هذا المباريات وايضا لا ننسى احتفاليه الزعيم مشاهدينا الكرام نروح لحقائق الجوله ونشوف صندوق ايمن السيد ايش حاط لنا فيه في هذه الجوله مشاهدينا الكرام الكل اشاد بالزعيم سواء لاعبين او جهاز فني ولكن احنا لما نروح نقول ان اللاعبين والجهاز الفني نعم قادوا الزعيم الى منصه التتويج ولكن هناك اشخاص يعملون خلف الكواليس يعملون ليل ونهار يعملون ايضا في المكاتب ويعملون ايضا خلال يعني احنا نتكلم ناس متطوعين البعض منهم محترف نبتدي من حيث المدير التنفيذي في نادي السد الاستاذ تركي العلي وايضا رئيس الجهاز في نادي السد محمد غانم العلي وايضا احمد الانصاري وايضا محمد غلام وايضا عبد الله بريك وعبد العزيز الجعيدي ومحمد سعيد نقول لهم مشكورين وبيض الله وحنا دائما نتكلم على أشياء فنية لكن اليوم خصصنا أن نروح للجانب الإداري اللي هو اشتغل وتعب وراح يبحث عن اللاعبين وراح يحط استراتيجية النادي ويعمل في أيضا من خلال إخراج لاعبين صغار شباب سواء لنادي السد أو للمنتخبات بيض الله وجيهكم وما قصرتوا إدارة نادي السد هي فعلا سر نجاح المنظومه كامله وتحقيق اللقب رقم 14 في الدوري وتحطيم الارقام ايضا من خلال ترتيب الدوري ولقب دوري نجوم كيوم بي مبروكين يا الزعيم نروح للمنافس ايضا لنادي السد نقدر نقول لهم انتم يعني ما كنتوا بالشكل على قولتهم الناس اللي تقول يعني الشكل غير مامول ولكن بالعكس نافستوا لين الجوله 21 خليتوا السد انه يتوج في هذه البطوله يعني ما قبلها بثلاث اربع جولات نافستوا للنفس الاخير شكرا وما قصرتوا بيض الله وجيكم ويعطيكم الف عافيه وللامانه دائما المنافسه مطلوبه سواء على لقب او على هبوط او على يعني البقاء عفوا في الدوري نادي قطر او الملك القطراوي او المجروح القطراوي او يعني نقدر مهما فسرنا نادي قطر يعني حذرنا من بداية الموسم وتكلمنا وسواء مع الكابتن فهد الثاني أو سواء مع المحللين اللي مروا خلال دور البرنامج دقيقة تكلمنا عن الملك والمعاناة التي يعيشها الملك من حيث الأداء الفني للأمانة الملك الآن محتاج المساندة من قبل الجماهير وأيضا من قبل الاداره من قبل المحبين من قبل اعضاء شرف من قبل كل شخص يعني قريب من البيت القطراوي انه يكون بجانب الفريق للبقاء في الدوري وبين الكبار وخاصه أنه راح تنتظر مباراه مع نادي الريان مباراه قويه جدا الريان يحاول انه يعدل مركزه من خلال جدول الترتيب وايضا السليه في المركز الثالث مشاهدينا الكرام، احنا دائما نعمل على منهاج انجاز ولكن الانجاز ما نخليه على مستوى محلي ولكن نستمر بانجازاتنا على مستوى قاري ولله الحمد بفضل دعم الحكومه وايضا التطلعات والتصور الموجود من خلال عمل الاخوان سواء في الوزارات او الهيئات او المؤسسات ولكن احنا راح نتكلم عن موضوع اه اه رياضي، نتكلم عن موضوع الفوز سعود المهندي في عضوية المكتب التنفيذي في الفيفا وأيضا النائب رئيس الاتحاد الآسيوي مشكور يا أبو عبد العزيز شكرا للأخوان اللي ساندوك وبيض الله وجيهم سواء من على رأس الهرم سعادة الشيخ خليفة بن أحمد رئيس الاتحاد القطري وأيضا حمد بن خليفه بن احمد وايضا الاخوان في اللجنه العليا مشاريع الأرث نقول لكم بيض الله وجيكم وايضا الزملاء المتواجدين اعلاميا سواء فهد العمادي عبد العزيز معرفي راشد المهندي الزميل مشعل الشمري وخالد القحطاني ولا ننسى الاب الروحي وراس الهرم بقنوات الكاس الرياضيه سيد عيسى الهتمي وفاروق الخالدي اللي متواجدين هناك ونقول بيض الله وجيهكم وما قصرتوا ونقول الحمد لله رب العالمين. فوز سعود المهندي فوز مش سهل يعني راح نتكلم فيه في الجزء الثاني ان شاء الله وراح نتكلم عن الانتخابات اللي صارت في الاتحاد الاسيوي صباح هذا اليوم وشكرا دائما وابدا قطر دائما تتطلع الى الامام ودائما لعلو المنصات اما قطر فوق ولا مالنا خانه اهلا وسهلا بكم مشاهدينا الكرام من جديد نرحب باخونا الكبير الكابتن فهد الثاني فهد مساك الله بالخير وحياك الله ومبروك عليك الانجاز القطري اليوم من خلال الانتخابات في الاتحاد الاسيوي مرحبا اخوي فالح مسي عليك وعلى الاخوه مشاهدينا متابعي قناه الدوري الكاس والحمد لله رب العالمين نبارك للاتحاد القطري لكره القدم واعضاء المكتب التنفيذي بنجاح اخونا ابو عبد العزيز بالانتخابات والحفاظ على منصب نائب رئيس الاتحاد الاسيوي وعضويه المكتب التنفيذي في الاتحاد الدولي واللهم لك الحمد الله يديم ان شاء الله علينا يعني دائما النجاحات من نجاح الى اخر الحمد لله رب العالمين احنا لما نتكلم نروح للعلاقات في الاتحاد الاسيوي في اللجان نلقى ايضا نائب رئيس الاتحاد الدولي في الفيفا لجنه الحكام و كنا هاني بلان هاني طالب بلان صحيح في لجنه التحكيم وان شاء الله ايضا جايين بعد الشباب في الفتره الجايه في تقريبا لأ. كذا شخص وايضا الحمد لله اليوم عندنا محاضرين معتمدين عندكم فهد في لجنه التطوير عبد القادر فهد فخروا انت موجودين الحمد, الله الحمد لله الحمد لله بالحمد لله متواجدين في الاتحاد الاسيوي في جميع اللجان اللي موجوده بالنسبه للاتحاد الاسيوي وتمثيل مشرف من يعني الكوادر القطرية في الاتحاد الأسيوي نعم فهذا حين نرجع نتكلم عن دورينا ونتكلم عن أن 21 جولة انتهت وبان البطل اللي هو الزعيم ولكن ليش فاز السد في الدوري؟ ايش الاسباب اللي خلت نادي السد يفوز؟ طبعا احنا في البدايه اخوي فالح مبارك لنادي السد الاسره الكرويه في نادي السد مجلس الاداره والجهاز الاداري والفني والجماهير كذلك وانا اعتقد انه بالفعل فوز مستحق وموسم استثنائي بنادي السد على جميع المستوى وجميع المعايير احنا لو تكلمنا من الناحيه الفنيه فقط اللي احنا متخصصين فيها اخوي فالح بنحصل السد انه عنده ارقام متميزه في هذا الموسم سواء على المستوى المنظومه الهجوميه بتسجيل عدد 94 هدف وطبعا عدد كبير من الأهداف بمعدل أربعة خمسة من الأهداف في المباراة الواحدة لو أنت قارنت الفرق العالميه في الدوريات العالميه ما راح تحصل هذا المعدل المتواجد نحصل ان انت مانشستر سيتي اللي هو متصدر الدوري الانجليزي عنده معدل تهديف 2.6 2.6 برشلونه 2.5 البايرن ميونخ تحصل 2.6 وجوفنتوس 2.1 يعني تحصل انت معظم البنش مارك بالنسبه لمعدل تسجيل اهداف منخفض جدا ونلاحظ من ان السد يعتبر من افضل من افضل خط الهجوم ليس على مستوى الدوري القطري إنه على مستوى الدوريات العالميه اخوي فالح تحصل عنده على مستوى فردي لعيبه متميزين بالنسبه للمحترفين تواجد سواء تواجد بنجاح كهداف للدوري بعدل 39 هدف اكرم عفيف طبعا هداف مواطن بعدل تقريبا 24 هدف اخوي فالح طبعا لو تكلمت عن افضل اسيست اللي هو متواجد تشافي كلاعب خبره وعنده دائما صناعه الاهداف بشكل متميز، انا اعتقد ان السد فرض نفسه من خلال عدة عوامل استقرار فني لعيبة مميزين على مستوى عالي بالنسبه للمحترفين ولعيبة مواطنين كذلك بمستوى مستوى متميز وانا ان هذا طبعا العمل تم الاعداد له بشكل كبير جدا سواء من خلال استقرار الجهاز الفني ومن من خلال طبعا استقرار الجهاز الاداري كذلك اليوم راح اتكلم ايضا عن موضوع بعث لي الزميل عبد العزيز حمر مشكور ان اكرم اول قطري 22 اسيست و24 هدف يعني حطم الارقام صحيح خاصه انه لاعب شاب وصغير في السن وعنده معدل كبير جدا في هذا الموسم من خلال صناعه اللعب او تسجيل الاهداف وهو في نفس الوقت يلعب ضمن منظومه كرويه متميزه تعمل باستراتيجيه واضحه داخل ارض الملعب وعند العديد من النجوم بالتاكيد انهم ساعدوه في هذا الجانب لو انت تلاحظ بغداد عنده كذلك اضافه لانه افضل هداف عنده تقريبا عنده 13 اسيست وحسن هيدوس عنده 11 اسيست فانا أعتقد تنوع العناصر المتميزه بالنسبه لنادي السد ابرزت كذلك اكرم عفيف بموهبته الكرويه وبامكانياته العاليه الهجوميه. آه آه نعم ولكن احب اقول ترى يا جماعه أه الاستاذ عبد العزيز ابو حمر ترى موجود معنا من ضمن فريق الاعداد مع الاستاذ ايمن أه السيد رئيس التحرير لبرنامجنا ودائما هو معنا اول باول أه متواجد معنا ولكن السؤال الحين فهد نادي دحيل خسر ايضا اللقب والمنافسه في الامتار الاخيره ايش مشاكل نادي دحيل؟ ليش خسر طبعا لو نشوف انت نادي حيل عطاء الموسم الماضي وتقارنه بعطاء هذا الموسم تحصل يعني مختلف يعني تحصل ارقام مختلفه بشكل كبير جدا العام الحيل كان عنده افضل خط هجوم بمعدل 86 هدف وتقريبا عدد 27 هدف دخل المرمى لكن في هذا الموسم بتحصل اخوي فالح الحيل تقريبا سجل 46 هدف ودخل المرمى 27 هدف فاذا في اختلاف كبير في معدل التسجيل وطبعا يرجع ذلك الى غياب بعض العناصر الفرديه المؤثره واذا قال لك مثل يعني اتكلم عن عن يوسف المساكني يوسف المساكني كان مؤثر على مستوى الصناعه والتسجيل ادمنسون تواجد السنه هذه في نادي دحيل لكنه متميز على مستوى الصناعه لكنه مش متميز على مستوى التسجيل وفي نفس الوقت كانت الاستراتيجية بالنسبة للعام الماضي مختلفة تماماً أن كان هناك اندفاع هجومي وكانت فيه رغبة في عدد التسجيل لكن الاستراتيجية تغيرت في هذا الموسم إلى التركيز على الجوانب الدفاعية بشكل أكبر والأرقام تثبت ذلك فاله فإذا نحن الدوري القطري ننظر لها من خلال مقارنتنا بالنسبة للسد والدحيل اللي هم باستمرار يتناوبون على الفوز بلقب الدوري تحصل الفريق اللي يسجل بمعدل أهداف أكثر وعند الرغبة الهجومية وعند القوة الهجومية هو الفريق اللي يفوز في الدوري وليس الفريق اللي هو دائما يلعب على الاستراتيجية الدفاعية طبعا أعتقد أن هذه العوامل عانى منها نادي دحيل في هذا الموسم بالإضافة إلى كذلك عدم استقرار على مستوى الجهاز الفني وكذلك بالنسبة للمحترفين زين فهد الحين نقول السيد خذ لقب البطوله وهذا على قولتهم لقب ممكن يعيش الفرحه في اللاعبين وينسيهم مشوارهم في دوري ابطال اسيا. تاثير خساره اللقب على نادي الدحيل واشغال على قولتهم النفسيه ان انا خسرت وطلعت ما أخذت الدوري. هل هذه العوامل راح تاثر لهم تاثر عليهم خلال مشوار الاسيوي؟ بالنسبه لدحيل لا اعتقد أن قد تكون الاستراتيجيه اللي اتبعها هذا الموسم خاصه بالتركيز على الجوانب الدفاعيه قد تكون بالنسبه لدحيل نقطه انطلاق وتركيز بالنسبه للاسيويه وهو يطمح لتحقيق الاسيويه رغم كذلك انه هو يمتلك يعني يمتلك عناصر على المستوى الفردي تاهله انه هو يوصل بشكل بعيد في في البطوله الاسيويه انا لا اعتقد انه هو جانب قد يؤثر على خطط نادي الحيل في الاستمرار بال الحصول على البطوله الاسيويه والوصول الى ابعد نقطه في هذا الصدد، وانا اعتقد ان طبعا كل المؤهلات بالنسبه له تاهل لذلك. آه يعني خلينا نتكلم ايضا احنا رحنا على البطل والمنافس، لكن احنا لما بنروح على المركزين الاخيرين اللي هو الهابط مباشره وايضا صاحب المباراه الفاصله قطر والإخراطيات فريقين يعني واحد ينتظر مساعده صديق او انه يفوز ويريح نفسه ويبتعد ويروح يلعب الفاصله والثاني ايضا يحاول انه يفوز ويتعثر الثاني على اساس انه هو يبقى ويلعب الفاصله والفريق الثاني يروح للدرجه الثانيه مباشره ليش انهاروا فهد؟ ليش انهار قطر بالذات؟ انت شوف قطر يعني انا بالنسبه لنادي قطر بالتحديد لو تلاحظ عنده طبعا رقم متواضع جدا على مستوى التسجيل عنده تقريبا 17 هدف سجل هذا الموسم وهو يعاني من المهاجم اللي باستمرار يطلب الكرة في العمق لو أنت يعني شفت بالنسبة لنادي قطر إيتو دائما باستمرار يطلب الكرة في رجلة ما يحاول أنه يبحث عن الكرة في المساحة ونفس الشيء بالنسبة حق حسين علي وهو يعاني من هذا الجانب لو أنت لاحظت أن قطر بعد, بعد العودة من توقف الشتاء بتلاحظ ان خلال الست مباريات ما سجل له هدف واحد نادي نادي قطر فهو يعاني بشكل كبير جدا رغم العناصر المتواجده عنده والعناصر الجيده اللي انا اقول لك خاصه في تدعيم الفريق بحمرون لكن حمرون ما كان ما كان بالمستوى خلال الفتره الست مباريات اللي هو لعبها وانا اعتقد ان حمرون يمكن عانى باحباط شديد هذا الموسم لو لاحظت انت إحصائيات الفنيه ولا تسديده على المرمى بالنسبه حق حمرون عنده تواجد فقط 10 مرات داخل منطقه الجزاء فاذا ما كان حمرون اللي هو الاضافه الجيده بالنسبه لنادي قطر خاصه في الفتره الاخيره من الموسم في انقاذ خط الهجوم او في الوصول الى مرمى الخصوم والتسجيل عدد عدد جيد من الاهداف. وانا اعتقد ان يعني ايتو كذلك ما كان صفقه ناجحه على اعتبار انه سجل خمس اهداف في هذا الموسم واحده منها من ضربه جزاء فاذا كانت عنده طبعا عدم وجود حلول على مستوى خط الهجوم بالنسبه لنادي قطر هو اللي خلاه يعاني بشكل كبير جدا خلال المباريات الاخيره نعم مشاهدينا الكرام الحين ان بنروح لارضيه الملعب ونروح مع الكابتن فهد ونشوف تحليل واختيارات بعض الحالات من خلال المباريات السته التي اقيمت الجوله 21 مشاهدينا الكرام راح نبتدي التحليل معاكم ونبتدي مع مباراة الزعيم ونقول له فهد يعني مباراة مباراة على قولتهم مباراة لقب قدر ان السد انه ياخذ هذا اللقب في مباراته مع نادي الاهلي فوزه سبعه نتكلم عن نادي السد والضغط اللي دائما قاعد يعمله الضغط العالي على نادي الاهلي طبعا الاسلوب التكتيكي اللي اعتمد عليه نادي السد في هذه المباراه انه هو ينهي الدوري ويحسمه بشكل بشكل واضح خاصه ان مثل ما قلت لك الاسلوب التكتيكي اعتمد بشكل كبير جدا على عدم اعطاء الفرصه بالنسبه لاهلي لبناء اللعب وفي نفس الوقت مارس عمليه الضغط العالي في الثلث الدفاعي بالنسبه للنادي الاهلي وكان هناك في تحول مباشر بشكل كبير جدا الى المرمى لو لاحظت الان الطريقه اللي لعب فيها النادي الاهلي بطريقه 3 5 2 باعتماد على ماجد محمد ومشعل عبده كظهير ايسر كظهير ايسر استغلها نادي السد وحولها الى استغلال الفراغات خلف الظهيرين واللعب في ظهر في ظهر الظهيرين باستمرار فتلاحظ عمليه الضغط على حامل الكره متواجد الان من قبل حسن هيدوس وتشوف جابي الان يطلع في عمليه المراقبه بنشوف المحاصره بعد لعب الكره في عمق الملعب ان دائما في كثافه عدديه على حامل الكره وعدم اعطاء فرصه للبناء اذا المحاصره متواجده الخيارات التكتيكيه ضعيفه بالنسبه لاميد وبالتالي الان خساره الكره لاحظ التصرف احنا نقول دائما سلوك اللاعبين بعد اكتساب الكره والانطلاق في المساحات الفاضيه بالمسار اللي احنا نشوفه بين المدافعين يتحول بغداد بنجاح باستمرار والكرة ملعوبة في المساحة وشوف المساحة الكبيرة الآن لما أنت تخسر الكرة في مثل هذه الحالة حالة بناء اللعب بانتشار واضح من قبل الظهيرين وضربة جزاء في بشكل, بشكل مبكر بالنسبة لنادي السد الحالة الثانية أخوي فالح تأكد نفس الشيء حالة بانورامية الآن توضح لنا جميع أعضاء الفريق بالنسبة لنادي السد ونادي أه الأهلي والأسلوب اللي لعب فيه نادي الأهلي بطريقة الخمسة أه ثلاثة اثنين بتواجد مشعل عبدالله كظهير أيسر طبعا مركز لا يتناسب مع إمكانيات مشعل ونشوف الأخطاء اللي دائما وقع فيها مشعل بحكم أن هذا المركز يعني مش المركز اللي يمتلك فيه الإحساس بالتمركز والتغطيه والضغط على حامل الكره لو لاحظنا مشعل وماجد محمد كلعيبه اظهرت جنب بالنسبه للنادي الاهلي ما استخلصوا العديد من الكرات يعني ما ادوا الواجب المطلوب منهم في هذا الدور يعني اثنين مهاجمين وواجبات هجوميه خلوهم اظهر يعني هذا امر طبعا مستغرب من الخيارات التكتيكيه بالنسبه حق مدرب النادي الاهلي على اعتبار لو تشوف خمس خمس كرات استخلصها مشعل في هذه المباراه وسبعه استخلصها ماجد في ظل ان السد عنده كثافه هجوميه كبيره جدا بالتواجد داخل منطقه الجزاء وصل رقم قياسي بنسبه 72 مره في هذه المباراه لو نلاحظ الان الخطا التكتيكي اللي بيقع فيه دائما مشعل خاصه على مستوى التمركز ونشوف المنظومه الدفاعيه في مثل هذه الكره اخوي فالح بتحصل ان خط الدفاع غير متوازن بشكل كبير جدا وتشوف انت الان هنا حصل هيدوس منطلق ناحيه المرمى والمساحه فاضيه وتلاحظ ان خط الدفاع ما في اي نوع من التنظيم بالعمل على اللعب ك ك ك كدفنز زون كباك زون كخمس مدافعين فاذا دائما احنا نقول بالنسبه للتغطيه الدفاعيه ليست بالعدد كما انها تكون لابد تكون بالتمركز الصحيح وتغطيه الفراغات بشكل جيد من خلال التنظيم في اللعب، فاذا الان لحظه استخلاص الكره اخي التحول المباشر ولعب الكره في ظهر المدافعين والاتجاه بشكل كبير جدا الى المرمى والهدف الثاني بالنسبه لنادي السد. اعتقد من اخطاء تكتيكيه واضحه نفس الحاله كذلك توضح لنا نفس الشيء اخي فالح عند خساره الكره الضغط بشكل مستمر على حامل الكره وبعد الاستخلاص اللعب بشكل مباشر خلف الظهيرين والتحول بشكل سريع جدا نشوف الان عدم اعطاء فرصه للاهلي للبناء وكان يعاني بشكل كبير جدا الاهلي في نقل الكره الى الثلث الدفاعي بالنسبه لنادي السد وذلك بسبب ممارسه الضغط على حامل الكره باستمرار وعدم اعطاء مجال لبناء اللعب نلاحظ الان بعد خساره الكره اخي فالح التمريره الاولى وين دائما في عمق الملعب لكسب المساحه والوقت وفي نفس الوقت نشوف التنظيم الدفاعي حسب خط النادي الاهلي تلاحظ التنظيم الدفاعي سيء جدا وما توجد هناك اي تغطيه ودائما بغداد يبحث عن المساحه بين المدافعين، نشوف الخط الاحمر اخوي فالح بين احمد السهيل ومشعل مساحه كبيره جدا بيتواجد فيها بغداد وبيسدد على المرمى تسجيل الهدف الثالث. يعني مكسب يعني أخ... بغداد؟ نعم مكسب بغداد مكسب كبير جدا خاصه في ظل ان هناك في كثافه دفاعيه لكن لا توجد تغطيه وتمركز جيد. نفس اللقطه اخوي فالح الشوط الثاني بالنسبه لنادي الهير بالنسبه لنادي الاهلي لكن في تغيير الان على مستوى الظهيرين نلاحظ علي قادري كظهير ايمن في الشوط الثاني نعرف ان علي انه طبعا لاعب يلعب في وسط في وسط الميدان لكن اعتقد ان النادي الاهلي يعاني بشكل كبير نشوف ماجد محمد الان كظهير كظهير ايسر لكن ما المشاكل متواجده على مستوى خط الدفاع والفرقات واضحه بالنسبه للنادي الاهلي والتحول الان نشوف بهذا الشكل اللعب لا يوجد تغطيه رغم انه في اندفاع من مدافعين نادي الأهلي باتجاه الكرة لكن التغطية غير واضحة ويشوف الآن المساحة الكبيرة بين دائما الظهير وقلب الدفاع اللي يبحث عنها باستمرار بغداد يتوغل ويسدد ويسدد في المرمى انا اعتقد يعني ان المباراه كانت سهله جدا بالنسبه لخط هجوم نادي السد ساهم في ذلك الاخطاء التكتيكيه اللي وقع فيها لاعبين غريب مدرب نادي الاهلي فهد من حيث التكتيك وتوظيف بعض اللاعبين مشاهدينا الكرام اللقطات اللي شفتوها كاميرا خاصه ببرنامج 9 دقيقه كاميرا بانوراميه موجوده في الملعب وهي خاصه في برنامج 90 دقيقه والتحليل الفني لهذه المباراه فهد نادي السلية مباراة مع نادي الريان طبعا استقل بشكل كبير المساحة الفاضية الكبيرة في نادي الريان على مستوى خط الوسط وجود أحمد عبد المقصود لوحدة عدم وجود مساندة من إبراهيم مسعود ومن لوكا ومن تباتا في عملية التغطية والرجوع في المساعدة في المساهمة في مساعدة خط الدفاع وعانى منها طبعا نذير كان من افضل اللعيبه اللي هم دائما يعملون كره عرضيه عمل ست كرات عرضيه في هذه المباراه ولعب بشكل كبير جدا السيليه على مستوى الاطراف بنسبه 17 كره عرضيه لكن نشوف دائما الفوز بالكره الثانيه بعد الكره العرضيه متواجد في هالكره مجدي صديق لو تلاحظ المساحه الكبيره اللي متواجد فيها مجدي وعامل مسانده لخط الهجوم ويحصل على هذه الكره اللي سددها بشكل مباشر في المرمى ويسجل الهدف الاول بالنسبه لنادي السيليه ونعتقد ان نادي السيليه من خلال تسديده المباشر سدد عشر كرات من في المباراه بشكل كامل سبع من الكرات هذه كانت من خارج منطقه الجزاء نشوف الان حتى تصرف اللاعبين لدي الريان بعد خساره الكره نشوف الان لوكا هذه الكره يعني ما يوجد اي مسانده لخط الدفاع وأحصل عادل بدر الان يعمل مسانده هجوميه جيده وفي نفس الوقت من كره عرضيه تسط الكره امام امام منطقه الجزاء يسددها عادل بشكل مباشر الى الى المرمى والنتيجه تكون الان 2 واحد وتعديل بالنسبه للنادي بالنسبه للنادي السيريه نعم لكن مشاهدينا الكرام يعني ريان فعلا تعادل مع نادي السيريه ولكن لابد ان مراجعه حساباتهم اللعيبه لان عندهم مشوار اسيوي وهم يمثلون ليس نادي الريان فقط وانما يمثلون قطر ويمثلون المنظومه الكرويه عندنا ونتمنى لهم التوفيق هم ودحيل وايضا السد عندهم هالاسبوع ان شاء الله جوله ونتمنى لهم التوفيق مشاهدينا الكرام نروح لافضل لاعب في هذه الجوله ونشوفها الثاني من اختار مشاهدينا الكرام عندنا خمس لاعبين ثلاثة من السد واثنين من الشحنية الهيدوس عفيف وبغداد وأمانجو ولوتشو من نادي الشحنية فهد يعني لأول مرة يدخلوا عندنا لعيبة من نادي الشحنية في أفضل أفضل لاعبين المتواجدين عندنا من خلال الجولة صحيح الشحنية في 20 مباراة سجل 18 هدف فقط يعني وفي هذه الجوله يسجل خمسة اهداف مره واحده يعني اعتقد ان نسبه كبيره جدا ساهموا فيها لعبة الشحنيه بشكل كبير لكن ما زال بغداد اخوي فالح هو الافضل في هذه الجوله ثلاث اهداف واسست واحد وكان له دور كبير في النتيجه الكبيره اللي فاز فيها نادي السد على على النادي الاهلي. نعم نقول إذن مبروك لبغداد بنجاح اختياره افضل لاعب في هذه الجوله وليش اختارها فهد؟ آه لان عنده ارقام وعنده احصائيات معينه بناء عليها إن احنا نختار افضل لعب في كل جوله. مشاهدينا الكرام 39 هدف وصل فيها بغداد صداره الهدافين ولكن انا حسب توقعي الخاص ان شارك في المباراه الجايه لنادي السد والاخيره لهم في والاخيره في دوري النجوم انا اتوقع انه راح يكسر حاجز ال 40 هدف. مشاهدينا الكرام نرجع لمباراه الريان والسيليف فهد، الريان والجري بالكره. طبعا لو نشوف الريان اعتمد بشكل كبير على خاصه في التحول من الهجوم الى من الدفاع الى الهجوم بالاعتماد على الجري في المساحات الفاضيه والجري بالكره اللي تميز فيها باستمرار لوكا بتسجيل هذا الهدف نشوف او بصنعته هذا الهدف باستمرار التوغل وطلب الكره في المساحه الفاضيه والان نشوف ضرب الجزاء لان كانت هناك المساحات فاضيه مثل ما قلت لك اخوي فالح مجدي صديق وعادل بدر كانوا في الادوار الدفاعيه كانت ادوارهم طبعا ضعيفه نوعا ما فبالتالي بنلاحظ ان لقطتين بالنسبه لنادي الريان باستمرار يبحث فيها عن المساحه والجري في الكره اللي تميز فيها لوكا كانت عدة تقريبا ست مرات معدل الجري بالكره داخل منطقه الجزاء ونشوف الآن المسار، مسار حتى مسار الحركة والفراغات المتواجدة في خط الدفاع اللي باستمرار يبحث عنها لوكا والتوقل بهذا الشكل، والتعادل بنتيجة 2-2 اثنين اثنين في هذه اللقطة والسبب في ذلك باستمرار الجري بالكرة لأنه عامل مهم جدا، كل ما أنت تركض بالكرة اخوي فالح تعطي خيارات تمرير بشكل أكثر وتربك حسابات مدافعي الفريق الآخر. نعم، نروح لمباراة أم صلال. ويعني على قولتهم والشحنيه نقول الشحنيه مبروكين الفوز بخمسه اهداف مقابل هدفين يعني لعب غير واضح خلينا نتكلم لنادي ام صلال اداء باهت قدر يعني الشحنيه انه يتغلب بكل جداره وبكل استحقاق ويحرز خمسه فهد بالضبط وخلفاء خاصة ان المدرب الاسباني كنيدا لنادي ام صلال يعتمد بشكل كبير جدا على على بناء اللعب و اغفل المنظومه الدفاعيه والتنظيم الدفاعي اللي باستمرار كان يعتمد عليه بشكل كبير نادي نادي ام الصال وكنا نشوفه في في اوقات سابقه منظم من الناحيه الدفاعيه ويلعب ككتله واحده، لكن نلاحظ في هذه الكره المواس يضغط على حامل الكره في ظل تباعد كبير جدا من 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 باقي اعضاء الفريق بالنسبه لنادي لنادي ام الصال. تميز الشحنية في عمليه عمليه البناء والوصول الى مرمى الخصم وخاصه في البحث عن التمريرات اللي بعمق الملعب باستمرار، بنلاحظ في هذه الكره تمرير العمر تتجاوز عدد كبير جدا من لعيبه ام الصال اللي هم طبعا اخوي فالح يلعبون او يغطون مساحه الملعب بالكامل، فاذا الفراغات متواجده ونشوف الان يعني نشوف الاطراف متباعدين تماما ونشوف خط الدفاع كذلك متباعد فما في الكتله الكتله متباعده وما في منظومه واحده يلعب فيها نادي ام الصال اللي سمح بشكل كبير لمهاجم نادي الشحانية التحركات باريحيه وحتى الان نلاحظ اخوي فالح في عمليه التحول الهجومي الاعتماد بشكل كبير جدا على المواس اللي معزول تماما عن باقي اعضاء الفريق ولا توجد مسانده في اعطاء خيارات للتمرير اخوي فالح نلاحظ الان المساحه الكبيره بينه وبين اللاعبين الثانيين بعاد جدا اخوي فالح فبالتالي الخيار الوحيد بالنسبه للمواس الجري بالكوره وخساره الكره في مثل هذه اللقطات في مثل هذه اللقطه ونلاحظ الان الضغط المباشر على حامل الكره بشكل كبير ولكن ما في مسانده من قبل اعضاء الفريق وبالتالي تحصل اربع لعيبه من نادي الشحانيه متواجدين وبالتالي تمريره واحده اخوي فالح يتجاوز فيها نادي الشحانيه عدد كبير من لاعبي ام الصال. الآن لو هذه الكره عندي تقريبا انا الان كم لاعب اخوي فالح حسب معي اربع لعيبه من نادي ام الصال خارج خارج اللعب وهجوم مرتد وتسجيل هدف بالنسبه لنادي الشحانيه في هذه الكره اللي استغل المساحات الفاضيه وتقدم لعيبه نادي الشحانيه وفي نفس الوقت غياب في التنظيم الدفاعي وفراغات كبيره بالنسبه لنادي مصال اللي عاني بشكل كبير جدا نشوف الان تاديه اللاعبين بالنسبه لوجبات الدفاع كسوله ووجود لورنس الان خارج اللعبة في هذه الحالة أخوي فالح ونشوف التباعد الكبير في خط في خط الدفاع وأعتقد أن هدف سهل بالنسبة لنادي الشحانية السبب في ذلك عدم ترابط لاعبي نادي أم الصال في في هذه اللقطة لقطة أخوي فالح كذلك توضح نفس نفس العملية المحاولة لبناء اللعب من الخلف لكن توجد لا توجد المساندة الدفاعية بشكل كبير جدا بالنسبة لنادي بالنسبة لنادي أم الصال وخطأ الآن في التمركز ولعب الكرة للخلف بالنسبة للاعب برازيلي نادي النادي أم الصال ونشوف الآن يعني اقتناص هذه الكرة أخي فالح وعدم تغطية كسولة بشكل جيد وتسجيل هدف ثالث بالنسبة لنادي الشحن يعني أعتقد أن أم الصال وقع في أخطاء يعني خلينا نتكلم في هذه تكتيكية كبيرة نقول إهمال وفوضى في نادي أم صال صحيح من حيث الأداء الفني نعم خاصه نلاحظ نادي ام خلال الفتره الاخيره من ست مباريات لم يحقق الا ست نقاط ست نقاط فقط ويعتبر يعني من المعدلات الضعيفه في الجولات الست الاخيره وفي نفس الوقت نشوف احنا لا توجد يعني لا يوجد تنظيم على مستوى خط الدفاع بالنسبه لنادي ام على مستوى الفريق ككل نعم فهد فقرتك الحين بناخذها اي <applause> مدربين العمليه محسومه <applause> لا بعد لازم نشوفها بعد لازم نعطيه حقه يعني زين خلينا نشوف منو <applause> نشوف افضل مدرب جايين الكرام مشاهدينا الكرام ثلاث مدربين فريرا ووسام رزق وايضا بيبي موريس مدرب نادي الشحانيه فهد قبل كل جداره واستحقاق نقول احنا فريرا نتيجه كبيره وفوز بالدوري وعمل واضح بالنسبه له طوال موسم كبير بالنسبه للنادي بالنسبه لنادي السد واعتقد انه طبعا اضافه كبيره جدا وكان عوامل النجاح بالنسبه لنادي السد اخوي فالح فريرا برؤيته باستراتيجيته بتنظيمه للعب وفي نفس الوقت بالتعامل الجيد مع المباريات والنجوم اللي تواجد فيها لعيبه نادي السد. نعم اذا نقول مشاهدينا الكرام مبروك في فريرا مدرب نادي السد يعني كمدرب في افضل مدرب في هذه الجوله وايضا حصوله على لقب وانهاء على قولتهم مسيرته التدريبيه مع نادي السد بلقب دوري نجوم كيو ام بي ولكن هناك ارقام واحصائيات له في هذه المباراه نشوفها معكم مشاهدينا الكرام مشاهدينا الكرام اخر حالتنا الفنيه في حلقتنا اليوم نادي الاخراطيات وقائد الربان وسام رزق اللي نتمنى له التوفيق في مسيرته التدريبيه واحد التلاميذ الذين يعني تعلموا وعملوا في المجال التدريبي تحت قياده ايضا قائد الربان فهد الثاني الله يعطيك العافيه <applause> الله <عزكي> العافية. <تصفيق> <تصفيق> العافيه وسام رزق في هذه الجوله طبعا تدارك الاخطاء بشكل سريع جدا بعد خسارته من الخور بنتيجه اربعه ونشوفه يفوز بنتيجه مهمه جدا على نادي دحيل 1-0 واللعب اسلوب تكتيكي مترابط وقراءه واضحه في بالنسبه لهذه المباراه وكانت كذلك رغبه من قبل اللاعبين لو لاحظنا الاسلوب التكتيكي تراجع بشكل كبير والاعتماد على المرتدات 72% كانت نسبه الاستحواذ بالنسبه للدحيل في هذه المباراه وكانت هي النسبه الاعلى في الموسم والنادي دحيل الخريطيات يحقق الفوز بأقل المعايير الفنية على مستوى الدوري لو لاحظنا 236 تمريرة فقط ووصول ضعيف جدا إلى منطقة جزاء الخصم تقريبا 15 مرة وصل لمنطقة جزاء الخصم لكن استطاع أنه يسجل دحيل ويمكن واحدة من النقاط الهامة في هذه المباراة أنه كانت عنده نسبة 56% نجاح في التمرير بالنسبة لنادي الخريطيات لكن اعتمد على الهجوم المباشر والهجوم المباشر دائما يعتمد أو ينطلق من خلال الترابط الدفاعي والضغط على حامل الكره واجبار الخصم على ارجاع الكره للخلف، لو نلاحظ خط الهجوم اللي قام باستمرار كان رزاق له دور كبير في في قطع الكرات والتحول الهجومي وفي نفس الوقت كانت هناك يغضب بالنسبه على مستوى خط الدفاع، نشوف تمركز جيد، لو لاحظوا فالح الان في هذه اللقطه في اسناد واضح من قبل لعيبه الاخريطيات من قبل لعبة الاخريطيات عدم ترك مساحه للاعبين نادي الدهيل محاصره وكثافه خمس لاعبين يعني حوالين الكره بعد بالضبط اخوي لكن اثنين ضد واحد في هذه الكره واستخلاص الكره والان نشوف التحول الهجومي الان بالنسبه للاعب الياباني والضغط على حامل الكره في نفس الوقت المتابعه ورزاق في هذه المباراه تقريبا اخوي فالح قطع 10 كرات شوف الان نادي الاخريطيات وين يلعب يتواجد في المناطق الخلفيه 10 لاعبين متواجدين خلف الكره باستمرار وفيه رغبة في حماية المرمى واستطاع أن ينجح في حماية مرماه رغم الكثافة الهجومية بالنسبة لنادي دحيل وتواجده تقريبا قلت لك أكثر من 56 مرة أو 59 مرة في في منطقة الجزاء إلا أن ثلاث تسديدات على المرمى فقط كانت من قبل نادي دحيل، إذا كانت النسبة ضعيفة جدا والسبب في ذلك مثل ما قلت لك أخوي فالح تمركز لعيبة الخريطيات لازار باستمرار صناعة اللعب وطلب الكره في المساحه الفاضيه وهذه اللقطه تعبر عن الاسلوب اللي لعب فيه نادي الخريطيات باستمرار البحث عن المساحه والتحول المباشر بشكل سريع جدا وأنها الهجوم حتى لو كانت الكره الهجمه ما انبنت بشكل جيد لكن كانت الفكره واضحه أخي فالح وناكد عليها من خلال اللقطه الثانيه اللي نشوف الان فيها جميع اللاعبين متراجعين وعمل كبير بالنسبه للمنظومه الدفاعيه والان نشوف مفتاح اللعب اللي هو اللاعب الياباني اللي باستمرار محاصره وعدم اعطاء مجال لبناء اللعب في الخلف اللي غضا من خلال التمركز في الجهه الثانيه ونشوف اخوي فالح التحول من محمد سلام في هذه الكرة. واثنين ضد واحد وانهاء الهجوم باقل عدد ممكن من التمريرات وبسرعه وبسرعه كبيره جدا على اعتبار ان انت تتراجع بعد ذلك وتحافظ على النظام الدفاعي بالنسبه لك. نعم آه اذا نقول يعطيهم العافيه و ومبروك آه لنادي خرطيات هذه النتيجه فهد لكن باقي لنا واحده من اللقطات آه نتكلم عليها الركنيات. بالضبط اخوي فالح ونشوف الان في هذه الركنيه عدم وجود مراقبه آه لصيغه من قبل نادي تحيل آه نشوف لاعب الاخريطيات محمد و... يعني بعيد عن المراقبه في من بدايه الذاكره الركنيه الى المره الاخرى الاخوي فالح نشوف الان لقطه واضحه تماما لا توجد مراقبه فرديه داخل منطقه الجزاء وتوجد حريه بالحركه بالتالي يستطيع نادي التحيل نادي الاخريطيات انه يسجل من من, من هذه اللقطه من خلال لازار اللي باستمرار احنا نشوف اخوي فالح مؤثر على مستوى خط على مستوى خط الهجوم ويجيد انه هو باستمرار يلعب في المناطق اللي هي على اطراف على اطراف الملعب ونعتقد انه فوز مستحق بالنسبه لنادي الاخريطيات. يخوف دحيل واداء فاد حصلنا انه عنده اذا اذا استمر الحال كذا ممكن صحيح انه يودع لأساوية صحيح. على المدرب روي جنا انه هو يعني يحاول يصحح من هذه الاخطاء اللي موجوده بالنسبه للحيل وتكون هناك عنده تطلع بشكل اكثر وتركيز اكبر بالنسبه للبطوله الاسيويه. نعم فهد مشكور وما قصرت وبيض الله وجهك. العافيه وجهك ابيض الله يسلمك. لنا لقاءات ان شاء الله ثانيه. ان شاء الله باذن الله. باذن الله مشاهدينا الكرام. اذا احنا راح نستكمل معاكم الجزء الثاني من برنامجنا برنامج 90 دقيقة وراح نستقبل ضيوفنا ومحلي قنوات الكاس اخوي يونس علي وايضا اخوي حسن حمود للحديث عن الجولة الاخيرة والجولة القادمة وايضا فوز اخونا الكبير سعود المهندي بمنصبين اللي هو واحد نائب رئيس الاتحاد الاسيوي الثاني عضو المكتب التنفيذي في الفيفا او عضو اداره الفيفا من قبل الاتحاد الاسيوي وايضا نقول مبروك للزعيم اللقب رقم 14 مشاهدينا الكرام اهلا وسهلا بكم من جديد ارحب بضيوفي واخواني حسن حمود ويونس علي حسن مساك بالخير وحياك الله مسيك الله بالنور والعافيه وطبعا اليوم فرحان وياي جوارديولا الكره القطريه آه انا اسميها شلة كيفكم استاهل يستاهل والله حياك الله كابتن يونس حييكم يا مرحبا يونس يا مرحبا فيك على ما يقول سماك جوارديولا الكره القطريه وصراحه فعلا كنت احد النجوم اللي وان شاء الله نجم في التدريب وان شاء الله مستقبلا نجم في التدريب باذن الله قريبا ان شاء الله واضح ان جايين من الوكرة سياره واحده و... يقولون <applause> الشكل <applause> 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 حسن حمود قبل ما اطلع على الهواء مشاهدينا الكرام كنا نتكلم يقول له انا عيالي واحد سداوي والثاني رياني والتقيت انا بعيالي بس معاهم في برشلونه برشلونه والوكره لا تقول الحين واحد يشجع السد وواحد يشجع الريان لا الاثنين اصلا عايشين صراع مع انفسهم يوم آه السد يوم الريان موسم السد نص موسم الريان الاثنين مع بعض ترى اه لان يبون الفايز يعني انا ما اقدر اقول لهم بشجعوا الوكره اتكلم جد ونفس الشي نفس الشيء العرباوي ليش ليش؟ نفس الشيء العرباوي ترى عياله ممكن يطلعون يعني امسكهم بالقوه اقول لهم شجعوا اقول لهم شجعوا, أقول لهم شجعوا فريق ما يفوز ما يصير صعبه لكن لما يشوف لي فريق فايز يعني شوف انت في عندك جيل كبير اليوم يشجعون الغرافه ترى هاي حقيقه اللي هم جيل التسعينات صح ولا صحيح لا؟ صحيح بسبب البطولات، البطوله تجيب جمهور معروف اصلا هذه حقيقه، فاليوم السد وقريبه ممكن الدحيل يعني تلقى له جمهور ليش لا؟ احنا اليوم نقول الدحيل ما عنده جمهور، عادي البطولات تجيب جماهير هذه حقيقه ما زال هناك اوفياء لانديتهم اكيد منذ سنوات واحب اقول مبروك عليكم الفوز اليوم والنجاح القطري اللي حقق في انتخابات الاتحاد الاسيوي حسن حمود يعني اليوم ابو عبد العزيز حقق انجاز جميل جدا بعضويه مجلس الفيفا وايضا نائب رئيس الاتحاد الاسيوي ولا ننسى ايضا حتى المقترح والتعديل على لائحه الاتحاد الاسيوي اول شيء اهني قطر كلها بالاكتساح القطري لاسيا هذه حقيقه اليوم احنا اكتسحنا واكتسحناه مو بامور كانت تصير زمان انا اليوم يوم الايام حضرت التربيطات الانتخابية هذه كنا نشوف شو يصير فيها اليوم بمجهود شباب قطر بكفاءات شباب قطر وهذه حقيقة اليوم جيوفاني فينيتو طلع في المحفل الأسيوي هذا مدح قدرات قطر أثنى على استعدادات قطر وهذه ثقة اكتسب يعني اكتسبتها قطر بسبب مجهود شبابها ولله الحمد اليوم الاكتساح القطري بدأ من فوزنا بكاس آسيا اليوم تعديل قانون يعني اليوم انت وصلت مرحله تغير قوانين اللعبه في اسيا، هذا انجاز مش بسيط يحسب لنا. كسبنا منصبين من اقوى المناصب بعد الرئاسه، والرئاسه كنا لو نافسنا عليها لكن زي ما تقول في تحالفات لازم تصير في الأمور ف شبابنا مش بس او قيادتنا بمعنى اصح والرياضيه ومن قبلها السياسيه، عندهم من القدرات والذكاء بحيث انه الانسان ما يعيش بروحه. احنا اليوم التحالفات هذه اثمرت. بفوزنا باكثر من منصب اسيوي وعالمي اليوم مبارك انا طبعا لاخونا العزيز سعود المهندي وعبد العزيز يستاهل ما وصل له انسان كفء وكفاءه قطريه نفتخر فيها كلنا اليوم هو يمثلنا في اسيا كنائب رئيس ويمثلنا في في الفيفا كعضو مجلس, مجلس اداره الفيفا نعم. الله يوفقه الل اللهم من يونس اول شيء مبارك للاتحاد القطري برئاسه حمد بن خليفه والاستاذ العملاق نقول له سعود المهندي بعد العزيز يستاهل المنصب اعتقد اليوم النجاح القطري امتدادا من من ايام محمد بن همام وال والمسؤولين القطريين حاضرين بكل قوه في الاتحاد الاسيوي اليوم فوزنا وتعديل القانون يدل على مكانه قطر في قاره اسيا وان شاء الله انها انها تستمر في خلال الفتره القادمه النجاحات ليست مش محصوره عندنا في في قطر في الملاعب فقط لكن على مستوى الاتحاد الاسيوي على مستوى التنظيم ايضا يحسب للسعود مهندي وحمد بن خليفه والطاقم اللي موجود معاهم استضافه كاس العالم اعتقد النجاحات كثيره والعمل مجهود جبار يشكرون عليه في الاتحاد القطري. نعم وايضا مبروك بطل الدوري السد ولكن باقي على قولتهم يونس الهابط. اول شيء مبارك نادي السد بطولة مستحقة، عودة قوية بعد غياب خمس سنوات. اعتقد ما في اي ما في اي انسان ممكن يشكك في 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 فوز السد بالبطولة هذه. من اول جولة هو يقدم مستوى مميز جدا، حضور قوي في جميع المناسبات، في جميع المباريات، لكن الجيد في البطولة ان صراع المربع ما زال قائم لين اخر جولة. وصراع الهبوط ايضا ما زال قائم لاخر جوله اعتقد ما نبغي نبغي ما نبغي الانديه نبغي الصراع يكون اكثر على المربع على اللقب اكثر من الـ من الـ من شبح الهبوط. ما هو ما زال للحين يعني عندنا موضوع المربع ما زال على قولتهم ايضا الهبوط حسن يعني احنا نتكلم عن خلاص راح اللقب لكن الان نتكلم عن السلي والريان على قولتهم ما بين الثالث والرابع والاهلي خلينا نتكلم 33 30. الاهلي ترى ان فاز راح صار 36 نقطه وايضا السليه ان خسر ممكن ينزل الى الخامس ترى ممكن يطلع السليه ممكن يطلع من المربع بالضبط اول شيء بس بساري ابي اهنى طبعا نادي السد برئاسه الشيخ محمد بن خليفه ببطوله الدوري ونثني على جهدهم كامل طول الموسم والسنين اللي طافت واللي تتوجت وطبعا لفت نظري اللفته الكريمه من لاعبين نادي السد بانهم اهدوا البطوله وتوجهوا الى الاب الروحي للسداويين سعادة الشيخ عبد الله بن حمد اللي نتحمد له بالسلامه وان شاء الله انه يفرح سنين طويله ان شاء الله بانجازات السد بخصوص المنافسه على نقول الثالث والرابع اعتقد السيليه عدى المنافسه بين الريان والاهلي وانا اتوقع بالمستوى كانك حكمت على الخريطيات بالهبوط آه الخريطيات آه اذا عدى السيليه معناته هبط لا حتى لو حتى لو انهزم راح يتم لان الاهلي هو اللي راح يدش انا هذه توقع الاهلي راح يدش؟ الاهلي هو اللي داخل بيخسر السيليه؟ الشاليه حتى لو خسر راح يقعد في المربع لا ما راح يقعد لا الريان محمود يقصد الريان هو اللي راح يخسر الريان هو اللي راح يخسر اي قطر ممكن ينتفض قدام الريان ممكن ينتفض ليش لا بس ترى اللي معقده اللي اللي اللي, كان سبب في هبوط نادي يعني الخريطيات ممكن يهبط قطر يونس ما نقول قطر فانا ما استبعدها اعتقد ترى هذه ترى امور نفسيه ترى ممكن يكون لها تاثير فقطر عد ما نبي بعدين سوالف والله يعني خدمه وما وهذه منافسه شريفه يعني مثلا مباراه الخريطيات والدحيل ترى ما الدحيل فريق كبير ما يسلم مباراه بسهوله لا الخريطيات فازوا بمجهودهم وهذه حقيقه احنا نبعد عن سالفه والله سلم لان هذه بعيده عن ان شاء الله مو موجوده عندنا في الكره القطريه اللي هي سالفه التنافس ما, ما قال سلم ما لا سلم سلم انا اقول لك في بعض الجماهير بكره لو قطر فاز على الريان والريان شوف شلون سيء مثل ما قالوا ذيك السنه تذكر وصارت بلبله كبيره احنا بنبعد عن الامور لأن الحمد لله احنا قلنا قطر كان سبب وبيكون أنا ضد، أنا, أنا, أتوقع أنا, أنا ضد مبدأ ضد مبدا أن والله دحيل كان سبب في هبوط الريان أو قطر كان سبب. صح أنا ضد. أنت عندك 22 مباراة، لما تضيع 20 مباراة وتجي على آخر مبارتين تنتظر آه اليوم إحنا نتكلم حتى على مباراة دحيل الخريطيات خريطيات كان منظم استحق الفوز لكن الدوافع غابت عن فريق دحيل وخاصة أن أربع نقاط وهزيمة سد مبارتين أمر شبه بالمستحيل خاصة المستويات اللي قاعد يقدمها فريق السد لكن اليوم فريق السد أو فريق دحيل عنده مهمه اسيويه هو مطالب فيها وظهور قوي صحيح. هل لو لو اليوم فريق الحيل حط كل قوته في مباراه الخريطيات وخسر لاعبينه وخسر مباراة الاسيويه هل في هل هل راح يعوض نادي الخريطيات او هل راح يعوض اي نادي ثاني لا. اعتقد انا كنادي علي اني انا انظر لمصلحتي اولا بعدها اشوف المصالح الانديه الثانيه انا اليوم مسؤول كنادي عندي عندي مهمات بالله. لازم انجزها حاولت إيه ان احدد اهدافي حاولت اني انا احرز لقب الدوري راح لقب الدوري عندي الأسيوية علي اني انا اركز في الاسيويه لكن صراع المربع اعتقد الصعب فيه لان خاصه السيليه والريان راح يقابلون الخريطيات وقطر الفريقين المهددين في الهبوط ايضا الاهلي الاهلي راح يقابل فريق الخور اللي قاعد يقدم مستوى مميز ثلاث انتصارات من اربع مباريات راح يلعب بدون ضغوط امام الاهلي اللي اصلا الاهلي مش ثابت مستواه في الفتره الاخيره اعتقد ممكن اتفق مع اخوي ابو حمود الاقرب وخاصه انه ممكن التعادل يكفي ومستوى السيليه اللي, اللي ثابت في الموسم اعتقد أهل انه يكون احد احد فرق المربع. شوف اذا فاز الاهلي وفاز الريان وخسر السيليه او تعادل السيليه يطلع يعني يروح للمركز الخامس. شوف اذا الاهلي فاز اذا تعادل السيليه اذا الاهلي فاز وتعادل السيليه يتم السيلية. 35 يتم السيليه. لو تعادلوا في النقاط. تعادلوا السيليه ترى بل... هما... هما... في سيناريو يعني... انّ يتعادلون كلهم في النقاط السيليه والاهلي والريان. بغض النظر عن تعادل النقاط السيناريو هذا يروح مه... يروح الموضوع للمواجهات. مو هذا اللي احنا نقوله وش هو ال... الموضوع يروح للمواجهات ايه لا تقول؟ مواجهات السيليه افضل من الاهلي فايز مبارتين الريان والسيليه متعادلين مبارتين. أه. الاهلي والريان أه... اعتقد والله هالسيناريو هذا احلى سيناريو ممكن يعطيك اثاره شوي لانها اخر يوم في الدوري اعتقد سيليا تعادله رسمي هو موجود في المربع سواء على المواجهات او حتى على فارق الاهداف بس هو بالمركز الثالث يعني من سيليا انت لما تروح تاخذ المركز الثالث الثالث يضمن الاسيويه 100% ما ينتظر بطوله كاس امير او هو هو راح يضمن بس حتى حتى الباكج ماله نقول مكافاه مكافاه حسن راح يختلف راح يزيد تقريبا هم انهوا المركز وهذه العقليه اللي احنا نبيها في كل الانديه أنه يفكرون في المركز اللي بعده لان هذه في باكج هم انقذوا تقريبا اربع مراكز او ثلاث مراكز اذا ما ظني على الموسم الماضي نتكلم عن 6 و 8 ملايين مو بسيطه ومشاركه اسيويه وطموح يختلف بالضبط. حتى على مستوى حتى في حتى, حتى الميزانيه راح تختلف ايه بالفعل يعني ما راح يقولون سليه احنا خلاص اوكي وصلنا اللي نبغيه نلعب مباراتنا عاديه نطلع باي نتيجه سواء لا سيليا ما عندهم هالطموح سيليا ممكن, ممكن كان يريح لعيبته اذا كان فايز مباراه الريان ويضمن المركز الثالث بالضبط. لكن اليوم فوزه ياكد له المركز الثالث ياكد له المشاركه الاسيويه ياكد له مثل ما تكلمت عن الباكج اللي بيجي له الموسم الجاي حتى الدعم المسؤولين والمحبين لنادي السيليا راح يكون مختلف بالضبط. اذا هو موجود في دوري بس شوف المباراه دي طموح السيليا انه يدش للفوز هذا شيء اكيد ما فيها شك لكن راح يقابله طموح من الخريطيات خاصه في الفتره الاخيره لو مو ترى مع الخور كان الخريطيات اليوم وضعها غير ترى الطرد هو اللي اثر عليهم الفريق مم. ماشي نعم. بمستوى طرد 50 دي. والهدف 51 بالضبط فالاهداف اللي جات على الخريطيات مع الخور جات كلها بعد الطرد فالمباراه صعبه على الساليه ترى شوف احنا تكلمنا رحنا للمربع راح نجي في المركز السابع والثامن السادس احنا ما راح نتكلم عليه ونتطرق له نادي العربي لان نادي العربي خلاص ضمن نفسه في المركز السادس اتوقع ممكن اذا فاز على الدحيل وبنتيجه وخسر الاهلي وتكون هناك حسبة ممكن يروح ولكن الخامس خلص السادس لكن اه نروح للشحنية والغرافة اه هذه المباراة اه حسن إذا فاز الشحانية على الغرافة راح يتغير موقعه تبادل المراكز بس بين السابع والثامن تبادل المراكز طبعا أنا, أنا ما أنسى أهني الشحنية على المستوى اللي قدموه طول الموسم وعلى بقائهم للموسم القادم إن شاء الله وبالتأكيد راح نشوف مستوى أفضل لأن الميزانية راح تتغير، طموح الإدارة مع الكابتن مع الجهاز الإداري والفني، طبعا أحيي الكابتن نبيل أنور، جهوده واضحة، قربه من الفريق كمدرب مدرب قطري يكون مع الفريق من اللاعبين هذه أكيد هذه من الأمور اللي ساهمت، أكيد عمل الإدارة إحنا ما راح ننكره، لأن هم دائما مجتهدين، السنة بين اجتهادهم، آه ثبوت على المستوى، لاعبين ثابتين، ما غيروا كثير هذه من الاشياء اللي تثبت مستوى الفريق واللي نتمناه في جميع عندياتنا هذه الامور هي اللي راح تنجح عندنا العمل بمعنى أصح الله يوفقهم والشحانيه والغراف يعني انا أشوفها مباراه تبادل مراكز لا اكثر ولا اقل يعني مباراة بس لا 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 انا اليوم اليوم يعني سالفه الشحانيه احنا نقول بيض الله وجيههم بقوا في الدوري ولكن البقاء لما انت تجي من درجه ثانيه وتبقى في المركز خلينا نتكلم السابع كم انت يعني ما بقيت في ال11 ولا العاشر طبع. انت رحت على قولتهم ثلاث مراكز يونس ايضا الطموح اختلف اربع مراكز اربع, أربع مراكز. مراكز من الاخير لين التاسع اربع مراكز نعم وايضا رئيس نادي الشحنية صرح تصريح اليوم في جريده الوطن قال حققنا البقاء بنصف ميزانيه لم نشك في الاستمرار بالدوري والظلم التحكيمي لم يحبطنا الواقعية هي سر النجاح عندهم فريق جاي من الدرجة الثانية عارف شلي له وش اللي عليه استمراره استمرار محترفين او المدرب معاه من الدرجه الثانيه واضح ان الاداره حطت استراتيجيه معينه دخلت الدوري بهدف ضمان البقاء واعتقد اليوم ممكن اي فريق حتى فريق الشحانيه من خلال الموسم تصريحاتهم قليلة والعمل داخل الملعب كان جيد أكثر من جيد المستوى الفني كان مميز التعاقدات كانت قليلة جدا فريق عنده عنده فلسفة معينة حب يدخل فيها الدوري ونجح فيها لكن نتمنى أن النجاح يستمر خلال الموسم القادم أو المواسم القادمة وأعتقد ممكن فريق الشحنية مع تغيير يعني مع زياده الميزانيه محترفينا راح يكونون افضل الاستعدادات التعاقد مع اللعيبه المواطنين ممكن اللاعب المواطن في البدايه يكون متخوف من فريق الشحانيه فريق صاعد من الدرجه الثانيه انتقل انا ممكن يهبط الحين بعد المستوى الطيب اعتقد فريق مشجع ان اي لاعب قطري ينضم له واضافه الى كلامك اخوي يونس انت قلت ان عندهم فلسفه معينه ماشيين عليها اتمنى ان الفلسفه هذه ما تتغير جذريا جذريا يعني اوكي يرفع من سقف الطموح شوي علشان ما ينصدم باشياء اكبر هاي هي الواقعيه أيوة. أيوة. هذه الواقعيه يعني اللي احنا نبيع. بالضبط شو اللي انا أقدر يعني له يعني ما يستمر على نفس الطموح انه خلاص البقاء هو عده مرحله البقاء اليوم يوصل لمرحله انه يزيد في الترتيب نقول مرتبتين ثلاث مش مشكله يقرب من المربع اوكي ووفالهم التوفيق ان شاء الله نعم وبزيد على حاجه اليوم تصريح رئيس النادي عجبني يعني بين ان في عمل منهم اوكي انا اتمنى انه يستمر على هالواقعيه اللي هو تكلم فيها انهم عملوا فعلا عملهم واضح اتمنى بكره لو صارت لو مثلا واجههم اي فشل ما يحطها على امور ثانيه مثل ما تصير من بعض ادارات آه يونس يعني. هذا احنا نتمناها يعني نعم يونس انا رحت للنادي الشحنيه في معسكرهم في تركيا وكان عندي لقاء مع المدرب وايضا السيد ناصر الشمري نائب رئيس نائب رئيس الجهاز وبعض اللاعبين وكان لي حديث جانبي معهم عن موضوع ان انتم جايين من درجه ثانيه انتم ليش استمريت وقال احنا ناصر قال انا ليش اغير في محترفين المدرب قال لا انا ابغي المحترفين وابغي استمر على نفس النهج لين ما ابقى وعقب هناك محطه ثانيه اللي هي محطه ممكن استبدل محترفين ممكن استبدل واحد ممكن استبدل اثنين اشوف اللي ناقصني واحط عليه واغير فيه او حتى على مستوى المواطنين ادعم المواطنين افضل لي من انا اجيب محترف قيمته 400 500 الف دولار ويروح من ميزانيه النادي وانا ما استفدت ممكن اللاعب يمشي ممكن اللاعب ما يمشي وعندي استراتيجيه انا كمدرب ومساعدي نبيل انور وماشيين عليها ونفذوها خلال الموسم متى ما كان القرار فني بحت اعتقد 90% القرارات تكون ناجحه وخاصه على مستوى اللاعبين. عندنا نبيل انور ممكن يعطيه خلفيه كبيره عن اللعيبه المواطنين وعن المراكز اللي ممكن يحتاجها الفريق. على مستوى المحترفين مدرب شاف اللاعبين وعرف اللاعبين 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 نفسهم عرفوا اسلوب المدرب عرفوا ايش اللي يبغيه المدرب قدروا يطبقونه في الدرجه الثانيه وينجحوا في الصعود. ليش التغيير؟ وانا خاصه عارف بالميزانيه اللي عندي ممكن ممكن اجيب لاعب افضل منهم لكن هل انا ضامن نجاحهم مع الفريق؟ هل انا ضامن تاقلمهم على على الدور القطري؟ صعب جدا، عنده لاعبين كانوا موجودين معاه في الدرجه الاولى، نزلوا مع درجه ثانيه وردوا صعدوا، لكن احنا في في حلقات كثيره فالح تكلمنا احنا يمكن حاليا عندنا انديه راح تغير تقيل مدربين وتتعاقد مع مدربين إلينا الحين ما قرروا من المدرب القادم. وهذا مشكله. من اللعيبه اللي انت راح تجيبهم؟ على حسب مصادرنا ومصادر برنامج 90 دقيقه مشاهدينا الكرام استمرار مدرب نادي الشحنيه بنسبة 99.9 من عشرة أول خطوة ل... م... هذه أول خطوة للنجاح إذا ما كان الموضوع 100% على حسب مصادرنا في برنامج 90 دقيقة هو مستمر المدرب بيبي موريس على قيادة الجهاز الفني لنادي الشحنية الموسم القادم أيضاً بالنسبة للمحترفين هناك اجتماع لإدارة النادي بعد كأس الأمير مش اليوم ولا بعد الدوري بعد كأس الأمير هم في تقرير الرفع مبدئي ولكن التقرير النهائي ما بين إدارة نادي الشحنيه والمدرب هذه على حسب المصادر اللي جتني اليوم قبل بداية البرنامج حسن انصح الكلام اللي تقوله فهذه أول بوادر النجاح إنك تحافظ على استقرار الفريق من ناحيه مدرب وتقيم المحترفين وهذا الصحيح وهذا الكلام لازم شوف انت قلت بعد كاس الامير يعني قبل لا اخطط للمعسكر يفترض ان المعسكر من اليوم يعني هم خلصوا المعسكر حلو اليوم انا اجهز اللاعبين معسكر نادي الشحنيه في اوروبا ايوه اليوم انا أجهز يعني. اكون انا مجهز اسماء معينه بعد تكون تبدا معي المعسكر من ناحيه اللعيبه الاجانب بالذات ان كان بغير ان كان بيستمر حد منهم والتغيير انا اتوقع انه ممكن يغيرون أه ف يبدون معسكر يتجانسون اللعيبة حتى المواطنين ممكن يطعم الفريق بأي لاعب لأن اليوم طموحهم راح يرتفع شوي بس أنا أقول لهم يعني خلكم واقعيين مثل ما كنتم السنين اللي فاتت خاصة احنا تكلمنا في حلقة شغل الإدارة بعد انتقالات شتوية بعد ما يسكر الباب خلاص خلص صحيح. تبقى الأمور المعنوية والأمور المادية والتحفيزية والأشياء الانضباطية بس لكن على الإدارة أنها تعمل حق الموسم القادم من بعد فترة انتقالات الشتوية اليوم السد تعاقد مع نام تايهي واعلن عن تعاقده قبل بعد فتره الانتقالات الشتويه وهذا العمل الصحيح هاي العمل الصحيح اللي انت إذا, اذا, انت عندك استراتيجيه معتمد ماشي عليها يعني صح يعني انا لما اتكلم اليوم ان اغلب الانديه تعاقداتها يقول لك انا اجيب لاعب محترف ولكن هذا عارف انا مستواه وعارف هذا اللاعب من ووقع معاه سنتين وثلاثه وعارف وجايبه على مدى حاجته نعم. للم... لل لكن للعبة. اليوم احنا لما نتكلم حسن خلنا نتكلم لك بالمجمل العام نادي مصلال الخور قطر الاخرطيات يعني على قولتهم وضعهم من كم سنه هذا وضعهم نفس الحال لأنه قاعدين يشتغلون بنظام الشورت تايم هاي مشكله ما في لونج ما عندهم تخطيط لقدام اليوم انا بفوز اليوم اربع مباريات يعني ياخذونها خل... بالقطعه اربع مباريات ها اخذ منها ثلاث نقاط اربع نقاط على حسب الفرق اللي تلعب لا انا اجي افكر موسم كامل ايش بسوي وش السيستم اللي بلعب عليه من اللاعبين اللي انا بيخدموني هذا الكلام ما يدور بينهم للاسف هذا اللي انا احسه اليوم انت لو تحس ان هذول يحطون خطه ما يتاثرون بعد مباريتين شيء المدرب ما يتاثرون بعد ثلاث مباريات شيء اللاعب هذه مشكله يعني ترى صارت مثل الموضه لما يجي تجي فتره انتقالات الا يغير لاعب عشان يسكر يسكت الجمهور، هذا مش منطق قطر انا اذا انا اختياري الحلقة. صحيح من البدايه ما جي يعني مثلا قطر اليوم كان يحتاج في فتره من الفترات يغير لاعب، يعني ايتو بدا بدا معاهم فتره ما يهدف يا جماعه، الفريق عنده عقم تهديفي مثل ما قال الكابتن فهد قبل شوي، عنده عقم تهديف طيب انا عالجة شلون عقم تهديفي؟ يا عندي مشكله في الوسط ما في صناعه لعب، يا عندي المهاجم ما يادي صح، اجي اغير صح هذه احنا اللي نقولها لكن مشكله ربعنا مثل ما قلت لك يشتغلون يجيبون المدرب اربع مباريات هاي ثلاث اربع دلوقتي مدربين دلوقتي في هالموسم وسام هو المدرب الرابع هذه مشكله ويحسب الاخراطيات ممكن على المستوى المعنوي والمادي وال في الفتره الاخيره لكن ايضا يحسب لهم الصبر على وسام واعطاه الصلاحيه الكامله ركز على الصلاحيه الكامله هذه الكاملة الكاملة اللي جابت النتيجه في نعم نعم ايوه بالضبط هذه مهمه لاي مدرب احنا اذا محمود تكلم في نقطه اذا انت عندك استراتيجيه ما تضطر انك أنت تقيل مدرب بعد مباراه ومبارتين صح فييرا اللي هو اليوم ممكن افضل مدرب في الدوري بدايته مع السد خروج من, من الملحق الاسيوي امام الوحده نعم خروج من الملحق الاسيوي امام الاستقلال وجمهور السد طالب بقالته اكثر من طالب بقالته نعم. حتى في الموسمين اول موسمين ما احرز لقب الدوري الريان الريان لكن اليوم السد فالح وال... وال... والاستقرار اللي كان موجود الفني والاداري طلع فريق العام نصف نهائي دوري ابطال اسيا وكان مرشح الاول للبطوله السنه ارقام خياليه في الدوري المحلي وايضا مرشح الاول للبطوله الاسيويه لانه كان التخطيط سليم من البدايه وعندهم هدف مدربهم دلسلونة. خالص على فكره الموسم الجاي مدربهم تقريبا خالص متفقين معه على حد علمي يعني والله هاي اللي سمعنا نعم لكن بعد ايضا ايضا في شغله واحد صرح قال ان ابواب النادي مفتوحه الاسم اللي بعد يتداول نعم في رئيس نادي صرح ان ابواب النادي مفتوحه لولدنا فيمكن <applause> <applause> في لكم يرجع لهم ولا ادري <applause> لكن, لكن لكن انا لما اتكلم ايضا نادي الوكره صرحوا من فتره ان مدربهم الاسباني انه مستمر معاهم الموسم الجاي نكمل ان شاء الله ونقول لهم حياكم الله بين الانديه ومكانكم مكانكم صدقنا راح تشوف منافسه ان شاء الله السنه الجايه باذن الله لكن انا لما اتكلم انا اتكلم اليوم الخرطيات ثلاثه أربعة مدربين في موسم قطر مدربين اثنين او ثلاثه تقريبا في موسم ام صال كذلك أه الاستمرار اللي بقى عليه اللي هو الشحنيه والغرافه والسليه والسد هم <applause> لان تخطيطهم سليم وما جاتهم ظروف تخليهم يغيرون غصب يعني انت لو بتتكلم مثلا دحيل ترى ثابت يعتبر يمكن المستوى الفني فيه تذبذب بسبب انهم مس... لليوم ما لقوا زي ما تقول ضلتهم في المدرب اللي ممكن يمشي الفريق يعني الحين الوضع الاسبوع الجاي صعب من الهابط حسن انا اشوف الخريطيات ممكن يروح لكن اذا من الهابط عطني اسم الهابط قطر غالبا عندي يعني. ما ادري حاس انه قطر انت حت... قطر ها؟ أه؟ قطر حتى لو لعب فاصلة ترى ممكن يهبط أه خريطيات اذا لعب فاصلة ترى ممكن يستمر انزين أه يونس ارقام الخريطيات في السنوات الاخيرة وتجنب الهبوط في الجولة الاخيرة امر معنوي محفز للاعبين وما توقع أه قطر هو ممكن يكون اقرب للهبوط المباشر والخريطيات في الفاصلة وخاصة المستويات اللي قاعد يقدمها في الفترة الاخيرة فنياً آه في حالة جيدة، معنوياً في حالة أيضاً جيدة. آه نعم. آه مشاهدينا الكرام، آه مباريات الأسبوع الأخير إن شاء الله راح تقام على يومين، آه يوم الجمعة إن شاء الله آه العربي والدحيل السد والمصلال والشحنية والغرافة، آه السبت السلي والخرطيات الأهلي والخور والريان وقطر وإذا ما خانتني الذاكرة. او يعني او إيه الاحساس ان راح تقام مباريات السبت بتوقيت واحد ثلاث مباريات بتوقيت يعني الاغلب 90% 99% انهم راح راح يلعبون في وقت واحد هذه إيه ثلاث مباريات اكيد لان المباريات كلها مرتبطه مباريات, 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 مباريات مرتبطه مرتبط في إيه الفرق إيه اللي تنافس على الهبوط نعم الفرق اللي تنافس على الهبوط التكاف... نعم تكافؤ الفرص لازم يحتم ان المباريات دي تقوم في وقت واحد نعم ولو تلاحظ ان كلهم متاثرين يعني الريان يعني الأهل الاهلي السيلية اللي ان ثلاثة بثلاثة هذول ينافسون على المربع وذول ينافسون على الهبوط الثلاثة ترى نعم ترى حتى الخور ترى مش يعني لو الخور قطر لو يفوز ويتعادل مع الخور والخور ينهزم ترى فيها بعد كلام نعم حسن حمود ترى فيها سيناريوهات واجد حلوة لكن قطر لك العفو في ديتك يونس مشكور وما قصرت شنو اخر كلمة بتقول لا كنت بقول عن قطر خاصة عامل الاهداف فارق كبير بينه وبين الخور، تقريبا الخور أه ضمن البقاء, ضمن البقاء بشكل. والابعاد عن الفاصلة واتمنى انديتنا انها تعمل من الان للموسم القادم، مشاهدينا الكرام أه تقبلوا تحياتي وتحيات اخوي الكبير والاستاذ ايمن السيد رئيس التحرير وطاقم عملنا قيادة مخرجنا واخونا الكبير أي محمد عطيه، وان شاء الله نلتقيكم الاسبوع القادم، إلى اللقاء.